ولكن هناك كلام كثير في الغربال ومن غيره يستحق الايزو على ذكر النماذج الرياضيه المشرفه برضه. لمثل الاهلي جعلت الايزو. لمثل الاهلي جعلت الايزو وجعلت كل القاب النجاح والتميز الحياه والله. يعني لمثل المواقف الصعبه واختبار القدرات الذاتيه العاليه جدا والقدره على قهر الصعاب جعل الاهلي. ولمواقف التحدي واثبات الجداره الرياضيه الكامله خلق الاهلي. ولنيل الالقاب الفريده والثمينه ايضا خلق الاهلي، وده مش من فراغ. شوفوا حتى كلام رئيس الجمهوريه وهو بيثمن النماذج الرياضيه المشرفه. النهارده النادي الاهلي بيستقبل وفد جائزه الايزو اللي بتمنح للنادي الاهلي كاول نادي في افريقيا ينال هذه الجائزه، انطلاقا من رياده الاهلي وحرص مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب على التطوير المستمر في قطاعات الاهلي المختلفه. حصلت اداره النادي على شهاده المطابقه مع المواصفات الدوليه ايزو ليصبح الاهلي اول نادي رياضي في الوطن العربي وقاره افريقيا يحصل على هذه الشهاده اللي بتعكس رغبه القائمين على النادي في وضع الاهلي في مصاف الانديه الكبيره عالميا. المهندس عثمان محمد عثمان رئيس شركه الشرق الادنى للخدمات NES قام بتسليم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي شهاده الايزو في حضور العديد من اعضاء مجلس اداره النادي والمدير التنفيذي للاهلي العميد محمد مرجان. طبعا ده جه يا باشمهندس بعد عملية تدقيق كبيرة جدا على أنظمة النادي أو الأنظمة الإدارية في النادي. كان في فريق مراجعين جايين خاصين بهذه الشركة اللي هي شركة الشرق الأدنى للخدمات ممثلة للهيئة الأوروبية لإصدار شهادات الأيزو. دي واحدة من كبرى الهيئات المانحة لشهادات نظم الإدارة في مصر وأوروبا طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة اللي هي الأيزو. الايزو 9001 لسنه 2015. مجلس اداره النادي استقبل وفد الشركه في لحظه مهمه جدا تقديرا لهذا الجهد وهذا النمط الاداري المهم. قيمه الجائزه دي ايه؟ اتفضل. هي معروفه من سنين الايزو دي بتتاخد في المجالات اللي هي بتطابق المواصفات العالميه والجوده. تمام. هي شهاده لتاكيد الجوده بتاعت المكان. وفي نفس الوقت المكان بيستفيد ايه؟ انه بيشعر لما يحصل عليها انه ماشي صح. وده حرص النادي الاهلي. هو احنا ماشيين صح ولا محتاجين تعديل في حاجه؟ فلما جم الناس ودققوا وحللوا وجدوا ان النادي الاهلي تنطبق عليه كل المعايير اللي تستحق منحه هذه الشهاده. طب الاهلي عمال كل يوم والتاني ياخد شهادات، هل النادي الاهلي سعى فخلق نظام ياخد بيه الايزو؟ ولا هو النادي الاهلي عنده تراث وعنده معايير وعنده تقاليد وعنده نظام وعنده كيان مؤسسي انطبقت عليه المعايير؟ لا، الحاله الثانيه. ايوه، لان الاهلي جينيون. أيوة. مش فيج اصلي. أيوة. مش زائف. أيوة. هو مش بيعمل ايفنت عشان ياخد عليه الايزو، هو عنده نظامه المؤسسي بيقفل له التميز. اللي حب يطمن فاكتشف ان نظامه المؤسسي وصل لدرجه التميز يستحق ان ياخد الايزو. هذه الاصوليه الاصل الجداره، مش انك تبقى انت يقول لك انسان حقيقي، يعني اللي بيقوله لا ده جواه متجذر اصلي. فالنادي الاهلي أصلي. حقيقي جنون اصلي مش زائف، كل شيء بيقوله له اساس ومرجعيه وجذور وتاريخ طويل. فالايزو بيدعم هذا التاريخ وبيدعم توجهات النادي الاهلي. هذا ليس تفاخرا يا جماعه، ولكن والله احنا بس بنشرح هو النادي الاهلي ده ايه للناس. لهذا نعشق النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم. صحيح. طيب الكابتن محمود الخطيب اعرب عن سعادته الكبيره بهذه الجائزه وقال ان هذه الخطوه تعكس اصرار مجلس اداره النادي على السير بقوه لتحقيق اهداف الاهلي في كل الاتجاهات، ليس فقط الرياضيه والانشائيه ولكن الاداريه ايضا، في ظل البحث دائما عن وضع النادي في المكانه اللي بيستحقها على كل الاصعده وبالشكل اللي بيلبي طموحات اعضاء وجماهير الاهلي، زي ما بياكد الكابتن محمود الخطيب وحضراتكم شايفينه في الصوره وهو بيتسلم
من المهندس عثمان محمد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة هذه الجاهزة الكبرى. قال الكابتن محمود الخطيب أنه النادي بيسعى لوضع كيانه الإداري في مصاف الأندية العالمية الكبيرة، وقال هناك المزيد من الشهادات المعتمدة أيضا في هذا المجال التي يتطلع النادي للحصول عليها خلال الفترة المقبلة لاستكمال الطفرة الإدارية اللي بتشهدها إدارات الأهلي المختلفة. أكد الكابتن الخطيب على تقديره للتعاون مع شركة NES اللي تعد واحدة من كبرى الهيئات المانحة لشهادات نظم الإدارة في مصر وأوروبا طبقا لمتطلبات المواصفات الدولية لنظم إدارة الجودة. وقال الكابتن الخطيب يا باشمهندس أن الحصول على شهادة الأيزو يحمل الأهلي مسؤولية كبيرة تجاه أعضائه وجماهيره من أجل استكمال الطفرة الإدارية النوعية اللي بتشهدها إداراته المختلفة. طبعا اللي عجبني في المجلس ده برئاسة الكابتن الخطيب ومجموعته انه ماشي بخطة، ماشي برؤية، ما عنده مشروع للنادي الأهلي. هذا المشروع رياضي إداري إنشائي ماشي بيه، وكل يوم تشعر انه بيفاجئوك بفكر انت مش متوقعه. لكن هما بيسعوا الى ايه؟ بيسعوا الى ايه؟ النهاردة لما جم عملوا مشروع عائلة الأهلي تكتشف أنه تجاوزوا بعد ما كانوا يقولك عملنا البرنامج في حاجات تجاوزت البرنامج كمان عديته. هو مجلس يمضي قدما، يمضي بخطة، يمضي برؤية، يمضي بمشروع، والمجلس ده بيؤسس لمرحلة قادمة شديدة الأهمية بإذن الله. وبيقول ان الاهلي بكل الصعوبات التي لم يصادفها مجلس في اي عصر من العصور، تحديات داخل وخارج وظروف حواليك وما بين مشاكل، ما بين كورونا، ما بين انك انت فجاه تكتشف ان انت عليك ان تعتمد على ذاتك وتطور مواردك وتواصل تحدياتك الانشائيه، فانت ماشي لحد دلوقتي والحمد لله بنجاح واضح جدا جدا في كل النواحي دي. ده كمان برهان على قدرات الكابتن محمود الخطيب كرأس للمجلس الإدارية وتميزه الإداري، لأن دي كانت القضية المطروحة في الانتخابات اللي فاتت. فأنتوا شفتوا أنا حاسس هذا البرهان الحقيقي اللي جاي من قبل شركات عالمية كبيرة تشهد للآلي بهذا التميز في النسق الإداري بتاعه، واللي خلت المهندس عثمان محمد عثمان رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأدنى للخدمات الـ NES يقول الأهلي سباق دائما صاحب ريادة في كافة المجالات ليس فقط الرياضية ولكن الإدارية والإنشائية. قال إنه الشركة العالمية أوفدت فريق عمل تجول في فروع النادي المختلفة، عمل جولات مستمرة في مقرات الأهلي في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد. هذه اللجان دونت تقاريرها وعبرت عن مثالية سير العمل داخل النادي الأهلي سواء على الصعيد الإداري أو منافذ الخدمات والبيع داخله، وده بيعكس مدى حرص المسؤولين داخل الأهلي على الوصول إلى أعلى معدلات النجاح في هذا المجال. شوف كابتن الخطيب في الفترة الأولانية، ودي فات المرحلة دي يا كابتن صالح إنه صغير وعايز ينضج ولسه بدري عليه يبقى رئيس نادي. كابتن الخطيب قال له إيه؟ هو لعيب كويس بس خبراته الإدارية. أيوه. بعد شوية بقى السؤال بعد ما لقوا بعض الانجازات، هل ظلم الخطيب اللاعب الخطيب الاداري؟ المقارنه بقى ابتدى الاحساس ان ممكن يكون اللاعب الخطيب الاداري ظلم شويه بالشهره الفائقه والمكانه بالوهج بتاع الخطيب اللاعب الاسطوريه ليه اللاعب. اعتقد ان السؤال بقى دلوقتي هل يتفوق الخطيب الاداري على الخطيب اللاعب؟ دي المرحله اللي بيتهيألي الكابتن الخطيب حاططها في دماغه قبل ما تنتهي الدوره ان شاء الله. وفد الشركه ضم المهندس عثمان محمد عثمان رئيس مجلس اداره، نائبه المهندس محمد توفيق، والمهندس مجدي الزلباني رئيس فريق المراجعه لنظم الاداره، والمهندس احمد نبهان مدير اصدار الشهادات، والمهندس احمد حمزه مراجع نظم الجوده، والمهندسه السالي احمد عمر استشاري نظم الجوده، والمهندس السيد عيد استشاري نظم الجوده، والمهندس مؤمن رفعت مساعد نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس كريم الشاعر مدير قسم الأغذية والضيافة. ده فريق العمل في هذه الشركة العالمية اللي منحت الأهلي. طيب
دلالة ده في الرياضة إيه؟ هذا التميز الإداري العالي جداً. شفنا مالياً إزاي هذا المجلس قدر يضاعف الإيرادات ويعظم الموارد ويوصل بميزانية الأهلي ما شاء الله إلى رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ النادي والأندية الرياضية. لكن على الصعيد الرياضي هذا التميز الإداري في انضباطه ودقته وسلامته أفرز إيه خلال هذا العام؟ وخلينا نقول خلال هذا العام بس، يعني خلال سنة 20. الحقيقة تجميعة كده سريعة لبطولات الأهلي في كل الألعاب في خلال هذا السنة عشان تشوفوا مردود هذا التميز الإداري على الناحية الرياضية. الأستاذ علي ماهر يمكن على الفيسبوك عمل هذه التجميعة في كل الألعاب يا باشمهندس. ألاقي في الكرة الطايرة الأهلي حقق 9 بطولات للرجال، 3 دوري 3 كاس، 2 أفريقيا وبطولة عربية. عمل في بطولة الطايرة للسيدات 9 بطولات، 3 دوري 3 كاس، 2 أفريقيا وبطولة عربية. في كرة القدم الأهلي عمل 7 بطولات منهم 3 الثلاثية الكبيرة، 2 سوبر مصري أبطال أفريقيا وكاس مصر. هلاقي في كرة اليد سيدات في 5 بطولات، في كرة اليد رجال في 3 بطولات، في كرة السلة رجال في 2، في كرة السلة سيدات 7 بطولات، وده بخلاف طبعا البطولات الكبيرة والكتيرة في ألعاب القوة وفي السباحة وفي الجمباز والكاراتيه. أنا قبل ما نطلع فاضل عايز أقول إحنا ليه ساعات بناخد المجهود المنظم ها لبعض ولادنا من 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 شباب الأهلوية اللي بيجتهدوا ويعملوا مثل هذه الإحصاءات وبعض المواضيع أنا شخصيا بقراها بتعلم منها حاجات. موقع القاهرة 24 موقع القاهرة 24 أو أي يعني ده مجهود شباب طالع صحيح. إحنا عايزين نحفز شباب الأهلوية إنه يجروا وينقبوا في تاريخ النادي الأهلي ويوثقوه. ده توثيق، نوع من التوثيق. فعايزين نفتح نفس الناس من الآخر كده.